أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والدولية، ولكن بعض أهم العناوين. من موقع الهيئة نت، الرئيس الروسي ينتقد الغزو الهمجي والاحتلال الغاشم الذي قادته أمريكا ضد العراق. من جريدة البصائر، تحشيد كبير لاستئناف التظاهرات ضد حكومة بغداد في 25 من أكتوبر. من صحيفة العرب اللندنية، إيران تحشد وكلاءها للتصدي لمؤامرة في العراق. ومن موقع كتابات، قوة سوات وفض الشغب وميليشيا تتبع لإيران مسؤولون جميعا عن قتل المتظاهرين. من الشرق الأوسط، ترامب يأمر بسحب 1000 جندي أمريكي من شمال سوريا. ومن عربي 21، وزير الدفاع الأمريكي يؤكد عزمه التعاون مع مساءلة ترامب. وأخيرا من العربي الجديد، قيس سعيد يعلن انتخابه رئيسا لتونس والاحتفالات تعم الشوارع. أهلا بكم. اندلعت انتفاضة شباب العراق الأبطال في الأول من تشرين الأول من العام الجاري، وسجلت وتسجل ملاحم لم تتصورها الكتل الحاكمة ولا السلطات الثلاث أو الأحزاب. ورغم تنبيه العديد من الكتاب والمحللين إلى أن إهمال الجماهير الشعبية وخاصة الكادحة منها سيؤدي إلى انفلات الأوضاع كلها بوجه السلطات الحاكمة بعد أن وصل الألم والحرمان مداه، ولأن ليس لديها ما تخسره، ولكن الحكومة لم تتعلم الدرس. مقال للكاتب مهند البراك في صحيفة المدى. أشعل الانتفاضة شباب العراق من الأجيال الأقل من عمر 20 عاماً ليعطوا درساً للجميع فيما يعانيه الشعب العراقي على كل المستويات التي صار لا يحدها مقال أو بحث. معاناة بسبب الفساد والإرهاب والبطالة والفقر التي تسببت بها الفئات الحاكمة التي تعكزت وتسترت فيها بملحمة الحسين الشهيد زوراً وبهتاناً في محاولة لتغطية نهبها وسرقاتها الفلكية بنظام المحاصصة الذي حول البلاد إلى كانتونات شبه مستقلة لا تبالي بسحق أبنائها، وفي مقدمتهم عنصرها الفاعل والأهم شبابها وشاباتها. لم يدركوا لغبائهم سعة معرفة ومنطق شباب اليوم الذين رغم الفقر المدمر توفرت لهم فرص الاطلاع على تجارب العالم وكيف تعيش الدول وشبابها وأية قوانين إنسانية تحكمها وكيف يتطور العالم وأين نحن وكيف تسيرنا عقول وأساطير مئات السنين لا يعرف إلى أين، وكيف دجن الجهل أوساطاً وأوساط سواء عبر الإنترنت وتطبيقاتها التي لا حصر لها والتي أصبحت من مقومات حياة اليوم حتى في أقصى مجاهيل العالم، وصارت حقاً من حقوق الإنسان أو ما شهدوه عبر موجات الهجرات المليونية وسط أنواع الأهوال طالبين اللجوء هرباً من الإرهاب والحروب والعنصرية الدينية والمذهبية والإثنية وعودة النسب الأكبر منهم إلى دفء الوطن. يضيف الكاتب أن المراقبون أو أن المراقبين يجمعون على أن المظاهرات السلمية الجريئة منتهى الجرأة على حق وكل الحق بشهادة الانضمام السريع لأوسع فئات الشباب إليها بشكل عفوي سواء بالمشاركة الفعلية أو التأييد والنشر. يقول الكاتب ماجد السامرائي في مقال بصحيفة العرب اللندنية إن الجهات التي أطلقت النار على الشباب العراقيين المنتفضين وأردت أكثر من 106 شهداء وأكثر من 6000 جريح تشعر أنها انتصرت في إخماد الانتفاضة الشبابية، فقد استطاعت انتفاضة الشباب أن تحاصر جميع صنوف الطبقة السياسية لدرجة أنهم جميعاً صمتوا في اللحظات الأولى
وتركوا لرصاص القناصة والمدسوسين داخل الأجهزة الأمنية أن يأخذوا دورهم الدموي في الكراهية والحقد على الشعب العراقي. رموز الواجهة الحالية للحكم يحاولون استبعاد الأسباب وإخفاء الصورة الكلية بتبرير يبدو منطقياً في الشكل بأن الحلقة الحاكمة الحالية لا تتحمل مسؤولية سنوات ما قبلها، مع أن أي مرافعة جدية تتطلب مواجهة مباشرة بين أقطاب الزعامات السياسية صانعة رؤساء البرلمان والجمهورية والحكومة وبين الشعب، قد تخفف وعود الإجراءات الآنية بعضاً من آلام جراح الشباب إذا ما تحققت فوراً، خصوصاً في القبض على زعامات الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء، لكنها لن تداويها لأن المشكلة الحقيقية هي في أزمة النظام السياسي، وهي أزمة سياسية وليست أزمة مطالب فقط. وهذا ما عبر عنه مباشرة خطاب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الذي كشف عن الوجه الحقيقي للمواجهة بين المنتفضين الشباب وبين السلطة، حين هدد بالرد القاسي ضد من أسماهم بمن أرادوا بالعراق سوءا لكنه لم يسمهم، ووضع السلطة في مواجهة الشعب، وبرر ذلك بأنه وحشده يدافعون عن دستور ودولة بنوها بالدماء والتضحيات، افترض وجود معركة بينهم كسلطة وبين الأعداء الذين خسروا المعركة معها في جولة التظاهرات هذه، رغم أنه لم يحدد الأعداء الذين يخوضون معهم المعركة في انتفاضة أكتوبر، لكنه كشف أنهم في قيادة الحشد يعرفون من يقف خلف المظاهرات وهم جاهزون لأي مهمة تطلبها الحكومة. لكي تتأكد فعالية الإجراءات لتلبية مطالب الشباب، ينبغي أن تنفذ فوراً وأن يتم الانتقال إلى مرحلة فتح حوار من خارج السلطة وفقاً لمقال الكاتب. نازل أخذ حقي وأريد وطن وغيرها من الشعارات التي رافعها أبناؤنا وإخواننا المتظاهرون في شوارع بغداد والمحافظات العراقية الأخرى بعد أن ضاقت بهم سبل العيش وتقطعت خيوط الأمل طوال فترة 16 سنة مضت تحت وطأة المصالح الضيقة للأحزاب والأداء الحكومي المتواضع والفساد المالي والإداري الذي تفشى في كل أروقة الدولة العراقية. عن انتفاضة تشرين كتب فراس زوين في صحيفة الزمن: إن هذه التظاهرات والاحتجاجات ليست الأولى من نوعها، فقد سبقها العديد من الاحتجاجات في سنوات عديدة سابقة وفي أماكن مختلفة من البلاد، سواء عام 2011 أو 2015 أو احتجاجات سابقة في محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية، احتجاجاً على تلوث المياه وتراجع مستويات تجهيز الطاقة الكهربائية والبطالة وسوء الإدارة المحلية وغيرها. ولكن بالرغم من ذلك فإنها تختلف عما شهده العراق أخيراً من احتجاجات وتظاهرات، ولعل الفرق بينهما هو حجم وعفوية التظاهرات من جهة، وحجم وعدد الضحايا الذين سقطوا في الاحتجاجات الأخيرة وما رافق ذلك من عنف وعنف مضاد من جهة أخرى. ولعل من المهم الإشارة في هذه الأسطر إلى الجيل الجديد الداخل في النسيج الاجتماعي المطالب بحقوقه وبحقوقهم وصوتهم المضاف إلى باقي الأصوات، وهم من يمثلون الآن الأعمار من 16 إلى 20، والذي أثبتت الأحداث الأخيرة أنهم الصوت الأعلى والأخطر إن لم توضع الحلول المناسبة لمطالباتهم المشروعة، لكون هذا الجيل ممن لم يكتوي بنار الدكتاتورية ولم يعي سنوات الخوف والكبت واستنشق هواء الحرية في الرأي والجرأة في الطرح والتعبير، وسيكون من المستحيل السيطرة والتأثير عليهم وثنيهم عن توجههم وحثهم على تحمل فشل السياسات الحكومية وفساد الأحزاب وتمدد حيتانها. الأصوات التي خفتت والأنين الذي كتم والمتظاهرون والخريجون وأصحاب الشهادات العليا والعاطلون الذين رجعوا إلى بيوتهم وهم يحملون في جعبتهم الآمال في الوعود الحكومية، فإن هذا لا يعني أن النار قد أطفئت وأن الجراح قد اندملت،
لا بالعكس، لكنه غضب قد أجل أوانه، وصوت عال انطلق وهو ينتظر أن يرجع صداه، ولكن بحجم أكبر وصورة أوسع قد تهدد كيان الدولة بأسرها كما يقول الكاتب. تعد تونس البلد النموذج الأجمل لتجليات الربيع العربي، خاصة بعد فوز قيس سعيد، الظاهرة المثيرة للبحث وللإعجاب معا، ليس في سمات شخصيته التي يغلب عليها الصدق والنزاهة والجرأة فقط، لكن في الشعب التونسي الذي عمل على تطهير هذا النموذج وبأدلة، وبادله كذلك أملا بأمل وثقة بثقة. حول ربيع تونس كتب أسامة عثمان في صحيفة العرب الجديد: يجسد سعيد أيضا الربيع العربي، إذ لم يكن أول ما بدأ بقيادة الأحزاب، ولو أنها أثرت في الشعوب العربية من جهة تبصير هذه الشعوب بحقوقها المضيعة وضرورة التحرك من أجل تحصيلها، لكن هذه الأحزاب بأمراضها ومنها الجمود في الخطاب ولغته والنزاعات الضيقة بالتنافسات والمزاودات غير النظيفة دائما أقامت حاجزا بينها وبين الشعوب، أو أنها حدت من مقادير التقارب، وهذا لا ينقص من أهمية العمل المؤسسي، ولكنه يدل على قدرة الشعوب على تجاوز الأجسام السياسية والحزبية حين تكف عن أداء وظيفتها. قيس سعيد معروف بالتواضع ونظافة اليد في سلوكه، طبعه دراسته القانون بالنزاهة والحزم في مواقفه، وطبعه تكوينه وانتماؤه بالاعتزاز باللغة العربية محبة ولسانا، وطبعه انتماؤه لقضايا أمته ثباتا من دون مساومة على فلسطين وحقوقها. جرم التطبيع مع إسرائيل، قال في المناظرة التلفزيونية بينه وبين منافسه نبيل القروي: من يتعامل مع العدو يحاكم بتهمة الخيانة العظمى. وأوضح أن القضية ليست مع اليهود، ونحن نتعامل مع اليهود الزائرين لمعبد الغريبة جنوب تونس وليس مع إسرائيل، مذكرا بأن تونس حمت اليهود خلال الحرب العالمية الثانية من القتل، وتستعيد هذه الرؤية السياسية الخط الأصيل والخيط الذي تكثفت جهود عربية أخيرا على تضييعه أو تذويبه، التماسا لشرعية خارجية مفتقدة داخليا أو مهزوزة. قيس سعيد هذا النموذج من الشخصيات المسؤولة تتعطش له الشعوب العربية بما يقترب من الإجماع في الأقل في صفات النزاهة والقرب من الناس وهمومهم. يقول الكاتب ناصر جابي الجزائري في مقال نشرته صحيفة القدس العربي إن الرمزية السياسية الكبيرة التي يحتلها حراك العاصمة وشعبيته سيكون بكل تأكيد على المحك في الأسابيع القليلة القريبة مع اقتراب مسيرات أول نوفمبر التي ستصادف الجمعة 37 من عمر الحراك بكل ما يحمله هذا اليوم التاريخي من رمزية وطنية، ستكون نقطة فاصلة في عمر هذه الهبة الوطنية. يحتل حراك العاصمة مكانة رمزية متميزة لا نجدها في مدن أخرى، ما يمنحه بعدا سياسيا خاصا جدا، يجعل النظام السياسي يركز عليه كبارومتر لقياس حالة الحراك الوطني، يراقبه عن قرب عن طريق حضور أمني كثيف لا تعرفه المدن الأخرى، يؤهل العاصمة لكي تكون مجال الصراع السياسي في حالة قررت فيه السلطات الانقضاض على هذا الحراك الشعبي، إذا تأكد السيناريو السلبي الذي بدأت بوادره في البروز في الأسابيع القليلة الماضية مع اقتراب الموعد الانتخابي الرئاسي. الكثير من الخصائص تميز حراك العاصمة الذي تحول الحج إليها كل أسبوع إلى عادة لدى الكثير من أبناء المدن الأخرى، بما فيها مدن الجنوب البعيدة والهضاب العليا، ناهيك من أبناء منطقة القبائل أصحاب الحضور التقليدي في العاصمة.
حولت هذه المدينة إلى أكبر تجمع سكاني للناطقين بالأمازيغية في العالم، زيادة على ما يتوافد عليها من منطقة القبائل القريبة كل أسبوع. فأبناء وبنات العاصمة هم الذين شجعوا الجزائريين الآخرين على الالتحاق بالحراك في 22 فبراير. بعد أن بادروا بالخروج بكثافة، فاجأت الكل بداية من ذلك اليوم. العاصمة التي كانت السباقة في إنتاج ما ميز الحراك من أهازيج وشعارات تم تبنيها بسرعة من قبل الحراك في المدن الأخرى، يعود الفضل فيه إلى جمهور كرة القدم من الشباب الذين عبروا من خلاله لسنوات عما يشعرون به داخل فضاءات هامش داخل ملاعب كرة القدم في العاصمة. يتساءل الكاتب: كيف ستكون القراءة الرسمية لهذه المحطة المهمة من الجزائر؟ هل ستستمر المقاربة القديمة المساندة نفسها حتى الآن؟ أم أننا سنكون أمام عودة للوعي؟ الجزائريون كل الجزائريين يتمنون أن يكون هذا الوعي حاضراً، والجزائر تحتفل بالذكرى 65 لاندلاع ثورتهم الوطنية في 1 نوفمبر عام 1954. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تحولات الرئيس دونالد ترامب المفاجئة في الشرق الأوسط أفقدت حلفاء الولايات المتحدة أعصابهم. وفي تقرير أعده كل من ديفيد كيرباتريك وبن هبارد وديفيد هالبيفنغر، قالوا أن موافقة الرئيس على التوغل التركي في شمال سوريا لم ينظر إليها فقط كخيانة لشريك، بل وأكثر من هذا هو حس المفاجأة وعدم القدرة على التكهن بتصرفات الرئيس. فسياسته غير المتناسقة تجاه الشرق الأوسط أضافت جرعة من الفوضى إلى منطقة مشتعلة، وتركت الكثيرين يحسدون عن المكان الذي تقف فيه أمريكا وإلى متى. ويقول موفق الرباعي مستشار الأمن القومي العراقي السابق إن القادة الأمريكيين السابقين كانوا واضحين في سياساتهم، أما هذا الرجل فعاطفي ولا يمكن التكهن به. وبالإضافة للمخاوف المتزايدة، هناك قلق حول ديمومة الالتزامات الأمريكية في الشرق الأوسط. ويعد الرؤساء الأمريكيون منذ 15 عاماً بتخفيض الوجود الأمريكي بالمنطقة بشكل أثار عصبية كل من إسرائيل ودول الخليج التي تعتمد على الدعم الأمني الأمريكي، إلا أن أحداً منهم لم يتخذ قرارات في مجال السياسة الخارجية بسرعة كبيرة وتعديل مستمر على التحولات مثل ترامب. فخوف الحلفاء في المنطقة لم يعد منحصراً في عملية الانسحاب الأمريكي من المنطقة، بل خروج الرئيس بدون تحذير مسبق لحلفائه. فقراره مثلاً عدم الوقوف في طريق القوات التركية كان وليد اللحظة أثناء مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبدون استشارة أي من المسؤولين في إدارته. لطالما حذر ترامب من أن الولايات المتحدة جاهزة لضرب إيران، لكنه تردد في اللحظات الأخيرة من توجيه ضربات عسكرية لها بعد إسقاط طائرة أمريكية مسيرة هذا الصيف. ويقول مايكل ستيفنز الباحث في المعهد الملكي للدراسات المتحدة في لندن إنها فوضى، وتعيش المنطقة فوضى لأن القوة المهيمنة لا تدري على ما يبدو ماذا تفعل، ولا أحد أيضا. احتفظ فيلم الحركة والجريمة جوكر للأسبوع الثاني على التوالي بصدارة إيرادات السينما في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع، محققا 550 مليون دولار. الفيلم بطولة خواكين فينيكس ومن إخراج تود فيليبس. يعيدنا نجاح الجوكر إلى هذه الشخصية الإشكالية التي تطورت عبر التاريخ من خلال أعمال مختلفة، إذ شاهد الجمهور شخصية الجوكر عبر العديد من المنصات من المسلسلات إلى الأفلام مروراً بالكرتون وألعاب الفيديو، وأحصى أكثر من 250 إنتاجاً تعرض شخصية الجوكر عبر التاريخ. وتطورت هذه الشخصية عبر عقود والسنوات حتى صارت تلك الشخصية القاتمة التي ظهرت في فيلم جوكر الأخير.
وكان أول ظهور لهذه الشخصية يعود لعام 1966 عندما تم إدراجها في مسلسل تلفزيوني حول باتمان. في هذا الفيلم الأخير الذي تقمص فيه الممثل خواكين فينيكس دور المهرج آرثر فيليك، والذي يتحول من رجل يكافح من أجل العثور على طريقه في مجتمع مدينة غوثام إلى قاتل مجنون يسعى للدمار والفوضى. الآن نتابع الكاريكاتير. في الختام شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.